بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا يسر لنا أمورنا وابعد عنا شياطين الإنس والجن يا حبيبنا يا ربنا يا ولي نعمنا. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ناخذ الآية التالية. فلا تحسبن، احنا بدينا بها، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، إن الله عزيز ذو انتقام. هذه تربية في القمة من الله الجليل الواحد القهار الرحمن الرحيم إلى حبيبي الأول محمد عليه السلام. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وعدك بعث، بعثك ووعدك بالنص، تكون سيدنا نوح عليه السلام، تكون سيدنا إبراهيم عليه السلام، تكون سيدنا موسى عليه السلام، وتكون إمامهم الأكبر عليه الصلاة والسلام محمد. لا ربي التيان سا بروميس دون تو لي كات، يعني ما يخلفش. معناها هو il se respecte en tenant ses promesses. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وبعد نشوفوا كيف تختم هذه الآية الكريمة.